مفتوح. معنا أول مشاركة ضمن هذا الفضاء هذا من هو رام عند أم العيد. أم العيد صباح الخير، مرحبا بك معنا. صباح النور سي جليلة، وتحية لك وتحية لكل الطاقم ديال الإذاعة الوطنية. شكرا. تحية لكل المستمعين والمستمعات والمغاربة في المكان وفي بقاع العالم، تحية لهم كبيرة. الله يحفظك نيابة عليهم الجميع. حنا تنشكروك وكنحيوكم. أم العيد شنو غتقترح علينا؟ أنا كنشكركم وتبارك الله عليكم. الله يجازيك بخير لاله. نعم لاله. غنقترح عليك أول حاجة غادي نعطيك الخبز ديال الشعير. كيفاش السيداتي اللي بغاو يوجدوه إلا بغاو يخمروه وإلا كان سير، غادي نعطيك جوج طرق. نعم، يعني الخبز الشعير غالبا هو مزيان وصحي بزاف، ولكن الطريقه باش نعجنوه الا ما كناش مولفين كنعجنوه ما كيجيناش زوين، ما كيجيش طري، ما كيجيش فتي، ما كيجيش زوين. يعني غادي نعطيك المقادير ونعطيكم الطريقه ونعطيكم كيفاش. يلا لالا بسم الله. عندنا الدقيق. عندنا خميره. عندنا الملح. عندنا الماء. والماء دافي. الماء ما يكونش دافي يا سي جليلة، يكون بارد. بارد هذا بارد. هذا اللي فطير. لا ماشي اللي فطير، انا كنهضر على اللي خامر. اللي خامر بالماء بارد. ايوا غادي نعطيك اذا كان ممكن نعطيك الاول الخميره، هي الاولى الخميره البلديه. نعم، عندنا الدقيق ديال الشعير، عندنا شويه ديال الخميره، ديال الخبز، الملح والماء ورد، ولا الخميره البلديه. انا من الاحسن اذا كانت الخميره البلديه، الخميره البلديه باش كنوجدوها كنخليو شويه من العجينه او لا القرد ديال الخبز. نعم. كنشدوه كنزيدو فيه شويه ديال الكرويه، كنزيدو فيه شويه ديال اللوز مدقوق. الكرويه. اللوز مدقوق. ايوا شويه ديال الحلبه. الحلبه. وكنربو الخميره بالدقيق ديال الشعير. والدقيق ديال الشعير. ايوا كنخلوا على النهار الغطلي. الله يسهل عليك، احنا خدينا ولكن العجينه الاولى غنصوبوها بالخميره ديال الخبز العاديه. هاني غنعطيكم جوج طرق، اما هذه الخميره اللي عطيتك دابا نوجدوها ليله كامله، اولا الخميره الاخرى الرقيقه اللي كتكون حبوب. نعم. يلا دابا غناخذوا طريف ديال من العجينه ديالنا وغنزيدوا فيها الكرويه، اللوز مدقوق والحلبه والدقيق، ونزيدوا عليها شويه ديال الدقيق. الدقيق ديال الشعير. يا هلا جليله. ونخليوها ليله كامله. ليله كامله غادي نلقاوها في الصباح خمرات وكيكونوا فيها التشققات. يعني ذاك الدقيق ديال الشعر ديالنا والماء بطبيعه الحال، غنزيدوا شويه الماء حيت زدنا الدقيق. الماء كنعجنوا العجينه عاديه وكنخلوها تبات ليله كامله، كنلقاوها الصباح شقات. الدقيق قلت لك ديال الشعير، كنربوها بالدقيق ديال الشعير، كناخذوا هذيك الخميره، اما هذيك الخميره كنخمروا بها الدقيق ديال الشعير اللي بغينا حنا نديروا به الخبز ديال. نعم، وكنبقاو كل نهار ناخذوا طريف ونخليوه لغدلي باش نعجنوا. هكاك لاله جليله، هذه هي الطريقه اللي نديروا حنا الخبز. نعم، ملي كنخليوه كنخليوه غير برا الثلاجه، ما كنديروش في الثلاجه. لا 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 جليله، ما عمري ما درت الخميره البلديه في الثلاجه ابدا. نعم، يعني كنديروها في واحد الزليفه ديال الزاج ونغطيوها مزيان. حيت كنخليوها كنخلو شويه ديال العجينه وكنربوها ونغطيو، كنهزو ديك العجينه كنلقاوها تشقط وكنعجنوا بها. نعم، يعني غير في زليفه ومغطيه عليها وكتبقى. هي لاله جليله كنقولها. هي العجينه، هي الخميره دابا عندنا، نديروا نبداو في الخبز ديالنا. حنا خدينا الدقيق. الخميره. نعم. اما الخميره حبوب السيدات اللي ما بغاوش هذه، اما الخميره حبوب، اما الخميره اللي عطيتنيهم دابا. نعم. الدابا الماء بارد، وعندنا الملحه لاله جليله، وعندنا الدقيق، وكنعجنوا العجينه عاديه. كتكون حنا كنكونوا موجدي، انا كنطيبوا في الكانون في الفراح في الكانون التقليدي. عافية السيدات يديروا المقلة الثقيلة ديال الخبز ويديروها فوق البوطة ويطيبوا. غير هو كان يبغي النصيحة للسيدات، ما كتخمرش العجينة، ما كنخلوهاش حتى تشقر، غير في الخبزة اللي جاية بتخمر كنبداو نخبزوا باش يبقى لنا الخبز رطب. ها الفكرة فين كاين، حيت دابا السيدات كيخلوها إما تشقر إما ما تخمر، هي تكون ما بين وما بين، ما تكونش خامرة بزاف وما تكونش عاوتاني فطيرة بزاف باش يبقى لينا داك الخبز رطب. نعم. وعاود ثاني الا بغينا كنزيدو بداك الدقيق ديال الشعير، كنديرو النص ديال الشعير والنص ديال القرص والنص ديال الفول. يعني ممكن نخلطوه. نخلطوه مع لاله جليله وكيجي الخبز، ما نقولكش معتبر، يديرو السيدات غير هاد الطريقه واحد الخبز راه ما نقولكش. وهادي راه كبرت عليها ملي عندي 12 سنه وانا كندير هاد الخبز. تبارك الله عليك. والاخر اللي كيجي فطير؟ الخبز الاخر اللي كيجي فطير كنعجنو العجينه بالماء والملحه والدقيق ديال الشعير. كنشدوا الماء بارد لاله جليله وكنعجنوا به العجينه وكنكونوا شاعلين العافيه ودايرين الفراح فوق العافيه ياك. كنهزوا الكويرات كيكونوا رقاق وكنضربوهم بالدقيق ديال الشعير ويكونوا دوك الخبيزات رقاقين وكنهزوهم كنطيبوهم، راه كيتنفخوا لينا.
السيدات اللي عارفين يخبزوا الخبز ديال الشيره كيتنفخوا هما وكيكونوا القاع مباشره بعد ما نكملهم كنديروا كيكونوا معمرين حتى كنديروا الزيت كنديروا الزبده البلديه والعسل وكنروحوا به وكنقدموه راه ما نقولكش انا جليله والله ما تشبعي منه. كيتسقى بالزبده والعسل هما كيجوا هما كاينين السيدات اللي كيديروا الزيت الا بغاو الزيت يديروا ولكن هما فاش كيجوا الزبده البلديه والعسل البلدي وراه ما نقولكش انا جليله وما نديروش تواتي الطب في الفرع انا المجاري جاو عندنا شي ناس من اكادير تيرجالو وجاو عند الوالد المهم عندهم الراعي ديال المحل وقالوا للوالد كيفاش درتوا هذا الخبز والوالد يجي يقوم ودخل داك السيد عندي للدار وتولي قلت لي راه ثاني راه ماشي صعب يعني عادي بحال العجينه الاخرى فيها شويه الخميره شويه ديال الملحه والماء بارد والدقيق ديال الشعر كيتعرك مزيان كيتقطع كويرات صغار وكيتطلق مزيان كيتطلق يعني رقيق وغير تنطلقو وكنبداو نطيبو وبنانين واش نقول لك واحد الصحه يعني هادو ان شاء الله سيدات يجربوهم حنا عرفنا الاهميه ديال الدقيق ديال الشعر نجربوهم عطاتها لي بلا حليمه من ماضور هي سامعه عندكم في اللقاء المفتوح وغادي نعاودوها شي اربع سنين قالت لك باش سمعتها لالا حليمه من ماضور غير هي واحده هذه كسكسو كيفاش نصايبو دغيا بلا ما نبقاو نعاودو نصبرو ونعاودو نصبرو كنهزو على جنينه كسكسو كنجيبو كندهنو في الزيت نعم انا معك وكنرصو ملي كيفور التصويره الاولى كنهزوه مباشره كندير واحد البانيو تحت داك الكسكاس كنرفعو عليه الروبوني مباشره كنهزوه غير شويه كنهزو داك الكسكاس يتكسر من بعد ما يكون عمر عليه بالماء كنهزوه كيتكسر وكنسرحوه في البانيو واحد شويه كنرصوه عاوتاني الكسكاس وراه ما نقولكش انا لا جالي لا الله يسهل عليك احنا خدينا الكسكسو ديالنا المره الاولى رشيناه بالماء درنا له الزيت درناه فار التفويره الاولى لا الزيت بوحدو كنردوه يتفور انا لا جالي غير الزيت منين كيتفور المره الاولى ما كنخويوش في القصريه باش نسقيوه كنخليوه في الكسكاس وندوزوه تحت الروبيني مباشره كنعمروا عليه بالماء بعد ما نعمروا عليه بالماء كنهزوه داك الكسكاس كنخلوه يتفطر شويه وكنخويوه بلاتي واش غير كنمروا عليه الماء ولا كنغطسوه في البانيو فيه الماء؟ لا كيتخبز في البانيو كيتعمر عليه بالماء وكنهزوه كنخلوه يتسخر ياك؟ كنسرحوه في القطعه وكنخلوه باش يعود كل حبه بوحدها كنردوه كنفوروا عادي كنديروا الملحه وهذه وكنردوه يفور وراه ما نقولكش انا لا جليله كل حبه كتجي بوحدها. نعم يعني صافي فيه غير جوج تفويرات. الاولى غير بالزيت والثانيه تنغطسو الكسكسو بكسكاسو في وسط واحد البانيو فيه الماء ونهزوه كيتغطس وكنهزوه حتى يتقطر مزيان وكنخويوه في القصعه ونحلوه ونديروا له شويه الزيت كنديروا ليه شويه الملح وكنردو وكان بعد ما يكون راه كيعرف انا جليل غديري شويه الزيت ملي تحطيه وتفرغي اكيد هذيك الساعات ملي كنبغيو نسقيو الله يعطيك الصحه يعني هذه فكره كنا مزروبين وعندنا الكسكسو بعض المرات كيدخل شي حد على غفله وكتبغي تزيدي كميه ديال الكسكسو حتى لا بغينا الطريقه التقليديه هذه سريعه يعني في التفويره الاولى غير بالزيت التفويره الثانيه ومن بعد كنغطسوه في الماء في واحد البانيو ونقطروه وعاد نخويوه في القصعه ديالنا ونفكوه وندهنوه ان شاء الله ونديروا له الملحه ونرجعوه يفور مره ثانيه. هذا هو اللي كاين لاله جليله الا كان ممكن لاله جليله غادي مادام تكلمنا على الشيء نعطيك الزميطه حنا كنقولوا الزميطه. ولكن بسرعه باقي جوج السيدات كينتظروا الله يسهل عليك ام العين. ماشي مشكل انا لاله جليله خليها للمره اخرى الا بغيتي. يلا اعطيها لنا اعطينا الزميطه. عندنا لاله جليله عندنا الشعير. الشعير. كون مغسول ومنقي. كنهزو على الجليلة نغسلو ونقيو ونديرو في الفراح كنقليو في الفراح عندنا نص عبرات ثلاثة الرابعات كلها والسيدات عندهم الاختيار نعم كناخدو عندنا سميجة يابسة مغسولة ومنقية ويابسة عندنا الكروية كروية عندنا الكروية هي وعندنا السركنة لا هذه ما عرفتها شنو هي هذه هي التركنة هي الزعيطرة الزعيطرة ماشي الزعتر الزعيطرة الزعيطرة وعندنا أفليو فليو هديها لالا جليلة تفضلي لالا هادو هما اللي كنديرو على لالا جليلة الشعير منقي مغسول منقي ناضي كيتحمر في الفراح ومع تنضيفوا له شويه ديال التيميجة يابسة شويه ديال الكروية الزعيطرة وفليو التيميجة كتكون بكثرة على لالا جليلة التيميجة كثيرة
ديو الكرويه حيت حاره شويه، والا بغاو السيدات يزيدوا شويه العرعر، ولكن اختياري المهم الناس ديال بكري كانوا كيكثروا فيها العطور، ولكن هاد العطريه اللي عطيتك كتبقى واحد الريحه ما نقولكش على الجليله. الا درنا عبره ديال الملح كنديروا هكذا نجمعوا يدينا وكنديروا حفنه ديال الملح كتجي هي هذه والملحه القيم تاع، وكنحركوا كل شيء داك الشيء في الخنشه وكنصيفوها للماكينه الطحن وكنجيبوها للدار، اما كنديروها كنخبطوها بالماء كنديروها في القرعه وكنخبطوها وكنديروها في الزليفات وكنشربوها، اما كنشدوها على اللجليله وكنهزوها وكنديروها كندرسوا الزبده مع الماء غالي الماء يغلي في هذه وكنحركوها وكنديروا لها الزيت البلديه، اولا كنديروا غير الزيت البلديه كنحركوها بالماء صايب مزيان وكنديروا الزيت البلديه وكناكلوها. راه ما نقولكش لا جليله الفطور ولا الا تسحرتي بها راه ما تحسيش بالجوع. نعم الله يعطيك الصحه، شكرا جزيلا على خدمتك. قل لي غير واحد السؤال ام العيد، واش الخبيزات بجوج اللي عطيتينا سواء اللي خامره ولا لا كيطيبوا في الفراح ياك؟ انا من الان كنفضل السيدات الحادقات انا يطيبوهم في الفرح، لان كنطيب انا في الفرح، انا كنطيب في الفرح تلكان واللي عندي ديال العواد وعندي البوطه وعندي كل شيء، ولكن انا كنموت على الثياب البلدي. تبارك الله عليك ام العيد لهلاي اختك، شكرا على المشاركه ديالك. نعم لالا واحد تحيه قصيره الله يجازيك بخير. تفضلي لالا. تحيه لك كبيره وتحيه لالا الكبيره من 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 الاربع وتحيه لالا حليمه وتبارك الله عليكم وشكرا لك. العفو لالا العفو، تبارك الله عليك، مع السلامه.